عندما دنت منية رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ملك الموت مستأذنا لا قابضا لروحه. كان بجنبه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، صار يغشى عليه تارة بعد أخرى، فارتمى عليه الحسنان فأراد الأمير أن يرفعهما، ففتح النبي صلى الله عليه وآله عينيه قال: يا علي دعني أشمهما ويشماني ويتزودان مني، أما أنهما سيظلمان بعدي ويقتلان، فلعنة الله على من يظلمهما وهو يعيدها ثلاثا. كان أمير المؤمنين في تلك الساعة ملازما له، وفاطمة عند فراشه، فمنع الناس من الدخول عليه. تقول فاطمة سلام الله عليها: بينما نحن حول أبي وقد أغمي عليه من شدة المرض، وإذ بمناد على الباب وهو يقول: أنا رجل غريب، هل تأذنون للغرباء بالدخول؟ فقلت: يا هذا، إن رسول الله مشغول عنك، انصرف. فمضى ثم عاد مرة أخرى ونادى: أنا غريب، هل تأذنون للغرباء بالدخول؟ فصرفته. وفي المرة الثالثة عاد ونادى نفس النداء، وقد انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله من غشيته، فقال صلى الله عليه وآله: بني فاطمة، أتعرفينه؟ قالت فاطمة: لا يا أبا. قال: بني هذا هادم اللذات، هذا مفرق الجماعات، ما استأذن على أحد قبلي ولن يستأذن على أحد بعدي، فأذني له بالدخول. فأذنت له فاطمة فدخل وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخيرك بين لقائه وبين البقاء في الدنيا. فقال له: يا ملك الموت، امهلني حتى يهبط علي حبيبي جبرائيل. فعرج ملك الموت نحو السماء فلقيه جبرائيل، قال له: يا ملك الموت، أقبضت روح محمد؟ قال: لا يا جبرائيل، إنه استمهلني لقدومك. فقال جبرائيل: يا ملك الموت، أما ترى الجنان قد تزينت لروح محمد؟ أما ترى الملائكة قد تهيأت لاستقبال روح محمد؟ ثم هبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا رسول الله، إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال له الرسول: حبيبي جبرائيل، لا تفارقني حتى يأتي أمر ربي. وكان جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، ورأسه في حجر أمير المؤمنين، وملك الموت قابض لروحه المقدسة إلى أن أفاضت روحه الطاهرة أيها محمد، ويد علي تحت حنكه الشريف، فمسح بها علي وجهه وقام إلى الناس، فتح الباب وهو يبكي ويقول: أيها الناس، عظم الله أجوركم بنبيكم، فلقد قبضه الله إليه. فضج الناس بالبكاء والنحيب، وصرخت فاطمة: وأبتاه ومحمداً.